بسم الله الرحمن الرحيم. دورة الترجمة المتقدمة من العربية إلى الإنجليزية. لدينا هذا النص المترجم من العربية إلى الإنجليزية، ويتضح لدينا أن الترجمة جدا جيدة لكنها تحتاج إلى بعض التعديلات. نبدأ الآن بالتعديلات أولا بأول. على مستوى الكلمات system يجب تبديلها بكلمة order، فهذه هي الكلمة المستخدمة أكثر في اللغة الإنجليزية. الآن نغير الستايل، بدلا من أن نقول and it does not، الأخ الفاضل غيرها إلى neither does it mean. هذه من الأساليب التي نريد بك أن تتعلمها، أساليب جديدة في الترجمة. طبعا ترجمتها كانت صحيحة. rediscovered غير صحيحة، إنما هي restored. هذه هي الطريقة التي نتحدث بها عن stability، restore stability، هذا نسميه collocation. under the vector وهي من الأخطاء المتعلق بحروف الجر، يجب علينا أن ننتبه إلى حروف الجر دائما. هذه الترجمة ليست لا نختلف عليها لا أنا ولا أنت، ولكن دعونا ننظر إلى الترجمة التفسيرية hermeneutic translation، ترجمة تأويلية. ماذا لو قلنا مثلا the loser is known، the loser is known مثلا، يعني أن الخاسر معروف من هو. ministry كلمة غير صحيحة، هي كامب المستخدم المعسكر، يعني الاشتراكي، معسكر الاشتراكي، هي كامب وليس، يعني باللغة العربية مكتوب العسكر بطريقة خاطئة، لكن ميلتري معناها جيش ولا تحمل أي معنى هنا. لا نستطيع أن نغير الزمن بدون أي سبب، هنا لا يوجد أي سبب لأن غيرنا الزمن، فلذلك نبقي كل شيء على حاله. يجب it is hard وليس it was hard. whether it is the United States. هنا نلاحظ أن المترجم لم يلتزم بالأصل من ناحية الأسئلة، وهذا الشيء صحيح. هل هو الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي؟ فالأسلوب الإنجليزي لا يحب ما يسمى begging the question، لا يحب ذلك الأسلوب الإنجليزي، فشيء جيد. winning side، من أجل الاختصار نقول winner بدل winning side. يفضل عندما يكون هناك داعي للاختصار نختصر، ما دام أن كلمة winner هي التي تستخدم أكثر. في فترة لاحقة سنتعلم استخدام الكونكوردنس لنعرف ما هي الأشياء التي يمكن أن الكلمات التي يمكن أن نستخدمها. فيما يتعلق بكلمة field، يعني لا نحبها، لا نحب كلمة field ولا نحب كلمة concept. بالعربي يقولون مفهوم التجارة، مجال التجارة، مجال الصحة، مفهوم الصحة. هذه الكلمات لا نترجمها يعني حرفيا، تعالوا نتجنب الترجمة الحرفية فنقول مجال التجارة trade، مجال الصحة health وإلى آخره. هذه بعض الأمثلة التي نضعها إليكم. لدينا كلمة three all together، عادة نستخدم كلمة all together، سأكتبها الآن al together. هذه كلمة طبعا غير صحيحة، إنما يجب أن تكون all together a double l فراغ together. هناك فرق بينهما ويجب علينا أن نتأكد من استخدامها في القاموس أحادي اللغة من الإنجليزية للإنجليزية. أنا عادة أستخدم قاموس كولينز كوبيلد، فسوف نبحث الآن بعد هذه الملاحظة كلمة altogether كيف تكتب وما هو ما هي استخداماتها. قاموس كولينز كوفيلد، ماذا يقول لنا القاموس بشأن كلمة altogether؟ نكتب altogether المغلوطة ثم نبحث عن الاستخدامات.
altogether كلمة واحدة تعني كليا بكليته، أما altogether كلمتان تعنيان جميع الأشخاص معا. هنا سأضع ملاحظة فيما يتعلق بالأسئلة. نعم أحسنت بعدم ترجمة الأسئلة هنا كما هي، لأنها من الأساليب المستقبحة، اسمها begging the question. بفضل الحاسوب معناها thanks to، وليس معناها the result is to prefer. الأخ الكريم، ننتبه إلى أن اللغة العربية صراحة هناك بعض الأخطاء المطبعية، واعتدنا نحن المترجمون أن ننتبه إلى أن هذه الأخطاء موجودة ونتغلب عليها في الترجمة، هذا هو واقعنا. thanks to وليس يعني يفضل، لا تحمل أي معنى كلمة prefer هنا. thanks to معناها بفضل الحاسوب والأسواق المالية لرغباتها، رغبات معناها نزوات، رغبات نسميها بالإنجليز wills and whims. wills and whims قبل ذلك كلمة accordance، in accordance with وليس according to، وفقا معناها in accordance with، بما ينسجم مع in line with. كلمة interest هناك خطأ فيها، لأنه interest معناها مصالح. ما لا يوجد كلمة interest هنا. On the planet لا نستخدمها، نستخدم on the globe، all over the globe. The globe. And globalization بدون ذا is no more than a historic extension. نتجنب run on sentences باستخدام and، تكرار and كثيرا لا يجوز. is therefore، therefore أو effectively، يعني therefore لذلك، effectively بالنتيجة، بالنتيجة يعني معناها كلمة بالنتيجة. no more أو nothing but a holistic extension of its logic وليس in its logic. من حروف الجر التي يجب أن ننتبه إليها إذن of its logic. to every aspects of life غير صحيحة، إنما every aspect أو all aspects. التطابق في المفرد والمثنى والجمع بالعربي والإنجليزية، التطابق مطلوب بالعدد. aspects أيضا هناك كلمة facets. من التركيب الأخرى التي نستخدمها تركيب non-finite verbs having dominated the economy. هذه تعني having dominated the economy for a while، تعني التي كانت من قبل، having dominated التي كانت من قبل. رجاء إذا مراجعة non-finite verbs واستخدامها في الترجمة، لأنها الترجمة المتقدمة تحتاج لقواعد متقدمة. remotely controlled وليس governed، لأن control معروف أنها تتوافق بالcollocation مع كلمة remotely. movement غير صحيحة، إنما هي dynamics. dynamics مقصود فيها الحركيات أو الأشياء، العوامل التأثير والتغيير وغيرها.
بالنسبة لعلامات التنصيص، نميز بينها وبين علامات الاقتباس. هناك فرق كبير بين هذه وتلك. بنفت صغير صحيحة، يستفيد واستفاد في الماضي وما زال يستفيد. Present perfect has benefited from accessibility وليس access. بدل result كتبنا gain، يعني نحن نكتسب الفائدة وليس يعني ننتج عنها، يعني ما بعرف. The culture in 1950s and 1960s, which was one of the holistic stages of the Third World. Okay. دعونا نغير إذن الجملة باستخدام non-finite verbs. هذه ليس تغيير جوهري بمعنى آخر، ليس معنى ذلك أن المعنى فيه خلل في الترجمة، إنما هو تغيير أسلوبي للأشخاص الذين يحبون أن يهتموا بأسلوبهم في الترجمة بطريقة صحيحة. تغيير أسلوبي، وهذا الفرق بين الترجمات العادية التي نصححها والترجمات المتقدمة. فيما يتعلق بحرف الجر الذي نخطئ فيه كثيرا، control، هل تأخذ over أم of؟ كما نلاحظ هنا في قاموس كولينز كوبيلت فهي of وليس over. social area، كلمة area من الأخطاء أيضا، لا نقول area إنما domain، social domain. And the result was an all-out war. Fully fledged war أو all-out war، يعني لا بأس بها. The culture، إما نقول of أو نقول culture in، لكننا لا نستطيع أن نقول the culture in. وهذه تتعلق بقواعد النكرة والمعرفة. Which was one of the holistic stages of the Third World. هذه الكلمة فيها تكرار لحرف it هنا، it assassinated. لدينا هذه التي خلقت لدينا هذه المشكلة. سوف نعدل الجملة كاملة على أساسها، لأنه لا يجوز أن يكون لدينا فاعلان لنفس الجملة، ولا يجوز أن يكون مفعولان به مكرران، يعني فلا بد إذا من تقسيم الجملة. مارجينالايز لا مشكلة لدينا فيها بالمناسبة، لكن قد يكون لدينا مشكلة في كلمة assassinate، فواجب عليك أن تعالج هذه القضية. هل يقولون في الإنجليزية assassinate a culture؟ نريدك أن تتحقق من هذه الجملة والعبارة. it هي المشكلة الأساسية التي سببتها لنا هذه الجملة، سوف نتحايل عليها الآن. يجب علينا محي هذه، يعني it لا يجب أن تكون هنا موجودة، لأنه culture و consist هو الفعل والفاعل، وإذا أخذناها على أساس أنها مفعول به فأيضا لا يجوز، لأنه لدينا ذات the third word that، هنا ذات هي الأوبجكت. وإذا تحدثنا عنها على أساس أنها فاعل فلا يجوز تكرار الفاعل. إذا it هنا خطأ، سواء كان القصد بها أن تكون مفعولا به لأن ذات موجودة وهي مفعول به مقدم، أو أن كانت
بدلا من كالتشر، وكالتشر موجودة وهي فاعل، لا يجوز أن يكون هناك فاعلان لفعل واحد. بدلا من كلمة hegemonic imperial culture فلنقل hegemonic imperialism. فكر بهذه الطريقة، لأن imperialism تحمل معنى ثقافة، وتحمل كلمة الثقافة من ضمنها، من ضمن كلمة imperialism. والأمر نفسه بالنسبة لليبراليزم، liberalism هي نوع من أنواع الثقافة، فلا يحبون في الإنجليزية تكرار الكلمات. يعني liberalism هي نفسها معناها ثقافة التحرر، فلماذا نكتب culture لتصبح ثقافة ثقافة التحرر؟ هذا لا يقبلونه باللغة الإنجليزية. People who are affected by the ideology of globalization. نستخدم الترجمة الحرة بدلا من أقول ذلك، لماذا لا نقول proponents of globalization؟ هذه أكثر فهما باللغة الإنجليزية وأكثر وضوحا. أما are affected by the ideology of globalization فهي تعني أن العولمة أثرت عليهم سلبا، وأنهم بعيدون عن العولمة أصلا. نحاول أن نغيرها. withdrawal and secession يعني لا بأس بها، ولكن ننظر بطريقة أخرى للترجمة، ناحية أسلوبية، الرجاء التفكير بها. لا أريد أن أقول إنها خاطئة، الترجمة صحيحة، لكننا نقول للمترجم دائما المحترف عندما نراجع ترجماته consider، يعني لغاية يعني مساعدة ربما تكون أوضح. دعونا الآن بعد انتهاء الترجمة أن نبدأ بطريقة مختلفة. ما فعله المترجم هنا في الواقع أنه ببساطة فكر بالطريقة المتقدمة. أنا الآن أكتب بطريقة بدائية. هذه الطريقة البدائية تعني كتابة الجمل، جمل بسيطة ثم الربط بينها. New liberalism is a world order. It is in fact a new war. It aims at invading new areas. أنا لا أقول هذه الترجمة الصحيحة، لكن أقول هذه الترجمة البدائية للسكتش الرئيسي الذي نمشي عليه إذا أردنا. It certainly does not mean the end of the Third World War or the Cold War. جمل بسيطة كما تلاحظون. ثم سوف نرى كيف نربطها لتصبح ترجمة more idiomatic. It does not mean that the world has overcome bipolarity. Or that it has restored stability under the victorious.
هذه الطريقة الأساسية، السكتش الرئيسي الذي يدور في ذهن المترجم، ثم بعد ذلك يفكر تلقائيا بطريقة ضم الجمل. تعالوا نضم الجمل. سأستخدم عدة أساليب، سأقول مثلا new liberalism as a world order is in fact a new war. طريقة أخرى لدمج الجمل عن طريق استخدام الرابط which، ولكننا الآن تعمدت في هذه اللحظة أن أكتب and و which وغيرها لتكون الجملة طويلة، ثم أقسمها إلى جمل مختصرة. كما تلاحظون لدينا run on sentence بمعنى آخر and وغيرها، وهذا لا يجوز في الترجمة. إذا جملة واحدة من أربعة أسطر. كيف يمكننا الآن أن نقسمها إلى عدة جمل من أجل أن تكون واضحة في اللغة الإنجليزية باستخدام بلاغة اللغة الإنجليزية وقواعدها؟ تعالوا نخترع طرق مختلفة. ممكن أن أغير بـ which، ممكن أن أغير بـ and، ممكن أن أقف هنا مثلا نقطة وأبدأ جملة أخرى. It aims at invading new areas, which means has not ended, has not in fact come to an end. لاحظت إذن هذه الترجمة. لماذا نتحرر في الترجمة؟ لأن المشكلة تواجهنا في الترجمة الحرفية أن العبارات تكون مكتظة وراء بعضها، وهذا شيء يسبب ركركة باللغة الإنجليزية، فنستخدم بلاغة اللغة الإنجليزية في دمج الجمل. It does not mean either that the word has overcome bipolarity. لاحظ استخدام كلمة either كناحية بلاغية في اللغة الإنجليزية. أو بالمقابل نستطيع أن نقول neither does it mean. الفكرة هنا أنني أردت أن أتحدث على العموم بالأشياء التي يفكر بها المترجم باللاوعي، فتصدر عنده ترجمة باستخدام complex sentences، بلاغة اللغة الإنجليزية كما قلنا هي بالأصل جمل بسيطة لكنها حسب قدرات المترجم ومعرفته بها. لدينا من الجمل الأخرى التي فيها أساليب بلاغية The United States having dominated the economy for a while. هذه الجملة قواعد تحويلية استخدمنا بها. أصل هذه الجملة The United States dominated in the past the economy. هذه الجملة نفسها بالإنجليزية نقولها The United States having dominated the economy for a while إلى آخره. نوع من الإمبيدينج، نوع من الإمبيدينج. نحن الآن نتحدث طبعا من مصطلحات قد تكون غير مألوفة لدى المبتدئين، وهذا الشيء يعني محزن جدا لأن جميع طلاب الترجمة المفروض أن يكونوا قد درسوا في جامعاتهم وكتبهم القواعد التحويلية وهذه المصطلحات إمبيدينج subordination وغيرها من البلاغة في اللغة الإنجليزية. طريقة أخرى although the United States dominated in the past the economy for a while. على فكرة in the past لا داعي لها لكن أنا وضعتها فقط كنوع من توضيح الفكرة التي أريد أن أذكرها هنا. It is now remotely controlled by the dynamics of the super financial power. هناك خطأ في كلمة not المفروض أن تكون now، سأصلحها الآن بعد قليل. ليست not إنما now.
والأفضل من now صراحة هي يعني being. It is being. كلمة being أيضا من بلاغة اللغة الإنجليزية، ونحب أن نستخدمها أحيانا. It is being remotely controlled. هذا ما نسميه الـ present continuous passive voice. هذه قواعد، ولكنها في الوقت نفسه أدوات بلاغية من أجل أن تكون الترجمة جيدة وقوية. طرق بلاغية أخرى باستخدام القواعد التحويلية أيضا ذكرناها سابقا. Having dominated the economy for a while، هذه التغيير تبع. The United States is being remotely controlled by the dynamics كما ترون. هذه هي إذن الترجمة النهائية بعد بعض التعديلات البلاغية التي نأمل أن تكون قد أصبنا بها وأفدنا بها الأخ أو الأخت المتدربة في هذا التمرين. هذا هو الدرس الأول في دورة الترجمة المتقدمة من العربية الإنجليزية. نلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله قريبا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.